Monsieur le Président de l'Assemblée nationale constituante, معالي رئيس الوزراء، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة أعضاء المجلس الوطني، إنه لشرف لي أن أتوجه إليكم باسم فرنسا. إنه لشرف لي لأنكم المجلس الأول المنتخب من قبل الشعب التونسي في ظروف من الحرية والتعددية. إنه لشرف لي لأنكم مجلس انبثق عن عملية ثورية. إنه لشرف لي لأنكم تقومون بإعداد نص دستور وهو النص التأسيسي والمؤسس في أي دولة ديمقراطية كبرى، وذلك لفصل وتنظيم السلطات، للسماح بضمان احترام دولة القانون، لضمان الحريات، وللسماح بمشاركة الجميع في الحياة العامة. إنه لشرف لي ذلك لأنكم وبتجاوز هذا الدستور تقومون بالتحضير للانتخابات التي ستنظم والتي سوف تكون إشارة عن الحيوية وقوة الديمقراطية التونسية. أنا متأكد أنه بالرغم من المحن والصعوبات وهي لا تغيب، وبالرغم من كل الصعوبات التي واجهتموها، فإن تونس سوف تكون مرة أخرى قدوة ومثل. تونس كانت دائما سباقة. في القرن التاسع عشر كانت تونس هي التي باشرت بالتقليد الدستوري العريق في العالم العربي مع قانون الدولة التونسية عام 1861. وفي تونس أيضا ترسخت الحركة الإصلاحية العربية مع خير الدين باشا ومحمد السنوسي. وتونس كانت في القرن العشرين أيضا سباقة وفي الطليعة، إذ نالت استقلالها قبل الدول الأخرى وأسست جمهوريتها وأعطت المرأة وضعا فريدا من نوعه في العالم العربي. وحتى في سنوات القمع والديكتاتورية عرفت تونس كيف تنير الدرب، وطوال هذه السنوات لم يكف الشجعان من الرجال والنساء عن المطالبة بالعدالة وحمل راية حقوق الإنسان. وبالنسبة للكثير منهم كان هذا النضال أليما، وفرنسا اليوم تود أن تعبر لأولئك الذين عانوا جسديا من فظائع الديكتاتورية، أولئك الذين تم توقيفهم وتعذيبهم بسبب قناعاتهم. فرنسا تعبر لهم اليوم هنا بصوتي عن احترامها العميق. تونس أيضا كانت المثل والقدوة مع الربيع العربي، إطلاق الربيع العربي في جانفي 2011. وبادرة محمد البوعزيزي في سيدي بوزيد غيرت مجرى التاريخ، غيرت مجرى تاريخ تونس، ولكنها غيرت أيضا مجرى تاريخ العالم. وأود هنا بشكل رسمي أن أحيي ذكراه اليوم. كان ذلك بداية عملية انطلقت وشعوب أخرى تبعت تونس، ويتعين على كل شعب من هذه الشعوب أن يبحث عن الدرب السليم. هذا الدرب قد يكون وعرا وعنيفا أحيانا، وهذا ما حصل في ليبيا. هذا الدرب قد يشهد قطيعة في مسيرته، وهذا ما حصل اليوم في مصر. هذا الدرب يمكن أن يؤدي إلى حرب، ولسوء الحظ هذا ما يحصل اليوم في سوريا. ولكن الدرس الذي أعطاه الشعب التونسي للعالم يبقى أنه ما من استقرار، ما من تنمية، ما من تقدم بدون
حرية، وهذه الحرية بالذات هي التي تسير اليوم في كل الدول. أعرف أن هناك تحديات عظيمة عليكم مواجهتها. فرنسا تعرف ما هي الثورة وقوة الثورة التي لا تتراجع والصدى الذي تثيره في الشعوب، ولكن فرنسا تعرف أيضا كم من الصعب الحفاظ على انتصارات الثورة، وكم من الصعب أن يكون المرء على مستوى الآمال التي ولدت دون إعطاء أو توليد أوهام مستحيلة. نعم، فرنسا تفهم الصبر الذي يضيق والذي نشهده هنا في تونس، وتفهم أيضا التوق إلى النتائج وليس فقط في تونس، وتفهم أيضا المطالبة بالضمانات. أنا أعرف كل ما تواجهونه. أولاً، إرث النظام السابق، وأيضاً الأزمة الاقتصادية في أوروبا التي تؤثر عليكم، وانعدام الأمان في المنطقة الذي ينعكس على بلدكم. هذا دون أن نتحدث عن العنف الموجود حتى عند أولئك الذين لا يقبلون مبادئ ثورتكم. وفي هذه اللحظة أفكر بشكر بلعيد، رجل قناعات، قتل من أجل أفكاره، وأعبر عن أمنيتي في أن يتم إلقاء الضوء على ظروف مقتله وأن يتم محاكمة ومعاقبة الجنات. ولكن تونس عرفت أيضا حتى في الأيام الأخيرة كيف تتغلب على كل ما يمكن أن يقسمها، وتتغلب على كل المحن وتواجه كل التحديات. وبمناسبة زيارتي هذه وفي هذه اللحظة بالذات التي تمر بها تونس، الشكوك والآمال في أنفسكم، أود أن أبين أن العلاقة بين فرنسا وتونس يمكن أن يعاد تأسيسها في هذه الظروف. أنا أول رئيس جمهورية فرنسية يزور تونس منذ الثورة التونسية. هذا رمز، ولكن هذا نتيجة إرادة في إعادة تأسيس العلاقات بين فرنسا وتونس. إعادة تأسيس علاقتنا تعني قبل كل شيء قبول الحقيقة، ولهذا السبب سوف أذهب اليوم إلى ضريح فرحات حاشد، وسوف أقول لأرملته ولابنه ولممثلي الاتحاد التونسي العام للشغل أني ألتزم باسم فرنسا بتقصي الحقيقة كاملة، وأن نلقي الأضواء كاملة حول ظروف مقتله عام 1952. ولقد أعطيت منذ الآن التعليمات لكي يتم فتح الأرشيف في العلن بدون أي استثناء، وبمبادرة من عمدة مدينة باريس برتران دولانوي ابن مدينة بنزرت، تم تدشين ساحة في العاصمة الفرنسية تحمل اسم فرحات حاشد، وهذه إحدى أشكال التعبير عن تقدير الفرنسيين لبطل الحركة الوطنية التونسية. هذا إعادة تأسيس علاقتنا، هذا يعني الاحترام التام لتاريخ تونس، النضال من أجل الاستقلال والحركات التي حملت هذا النضال وقدرة تونس على صهر هويتها الذاتية وتحديد علاقة مطمئنة مع فرنسا. وأنا أقر هنا بإسهام الحبيب بورقيبة في هذا البناء، وهنا أيضا أود أن أحيي ذكراه. إعادة تأسيس علاقتنا هذا يعني أيضا استخلاص كل دروس الماضي، حتى الماضي الملتهب، فهناك
جراح وأنا أعرفها. لقد كان هناك سوء فهم وأنا قصت ذلك خلال فترة الثورة التونسية، وفي آنذاك في باريس وفي كل أنحاء فرنسا كان التونسيون يأتون لمقابلتي ويأملون بدعم فرنسا في هذه المرحلة الحاسمة، وقالوا وعبروا عن خيبة أملهم وعن انتظارهم، ولكنهم رأوا أيضا أن العديد من المواطنين الفرنسيين في الجمعيات وفي عالم السياسة والنقابات كانوا متضامنين مع الثورة التونسية، وهذا هو الشيء الأهم. وأود أن أشكر الرئيس المرزوقي الذي خلال زيارته إلى باريس قال أن فرنسا المواطنين الفرنسيين لم تغب عن تونس. إعادة تأسيس علاقتنا هذا يعني أيضا التعبير عن ثقة فرنسا بتونس الجديدة. فرنسا مستعدة للعمل مع ممثلي الشعب التونسي، كل ممثلي الشعب التونسي المنتخبين بشكل ديمقراطي وفي إطار من التعددية، لأن رسالة فرنسا موجهة لكل التونسيين ولكل الذين تم اختيارهم في هذا المجلس وفي المجلس المقبل لتمثيل الشعب التونسي. فرنسا تعرف أن الإسلام والديمقراطية يتوافقا. هناك أصوات تونسية كبرى مثل محمود الشرفي الذي قال ذلك بكل قوة. فرنسا تعرف أيضا أن الهوية التونسية تتغذى من إسهامات متعددة، وأن التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي يتطلب مشاركة الجميع في ظل الديمقراطية وفي ظل احترام الحريات وفي المساواة في الحقوق. فرنسا تشجعكم ولكنها لا تملي عليكم الدروس. فرنسا تشارككم أيضا في القلق إن وجد، وتعبر عن هذا القلق كلما اعتبرت أن ذلك ضروري أو مفيد. فرنسا وتونس مرتبطتان واحدتهما بالأخرى بالثقافة، الرجال والنساء الذين سمحوا لنا بأن نكون على ما نحن عليه اليوم، الماضي والحاضر، هذه العلاقة التي تسمح لأسر من أصول تونسية بأن تعيش في فرنسا ولأسر فرنسية من العيش في تونس. هذا هو مصدر قوتنا، هذا الالتقاء في المصير أحيانا. فرنسا وتونس بحاجة الواحدة منهما للأخرى. فرنسا مستعدة للعمل معكم في كل القطاعات التي تطلبون فيها مساعدتها. وخلال زيارتي هذه وقع الوزراء الفرنسيون مع الوزراء التونسيين العديد من الاتفاقيات والاتفاقات. هذه النصوص سوف تشكل إطار تعاوننا في المستقبل. سيد الرئيس، فرنسا هي أول مانح للمساعدة الإنمائية الرسمية في تونس، وهي سوف تستمر في حشد جهود الدول الأعضاء في شراكة دوفيل وكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتمكنوا من تحقيق أفضل مستوى تنمية لبلدكم. وسوف أحشد كل الآليات المتوفرة. التزامات فرنسا تجاه تونس تتجاوز 1.6 مليار يورو في إطار ما يسمى بالالتزامات المالية للوكالة الفرنسية للتنمية. في 2013 و2014 تبلغ الآفاق المالية المجمعة أكثر من 500 مليون يورو. الوكالة الفرنسية للتنمية سوف تستثمر في إعادة تأهيل أحياء المدن وتوريد المياه والتكوين المهني والشبكة السكة الحديدية والتنمية الزراعية. وإضافة إلى هذه المساندة سوف تقوم فرنسا بتنفيذ عملية لمصلحة تونس، عملية
عبرتم عن رغبتكم بها أنتم الذين تمثلون الشعب التونسي، أي تحويل الديون، أي تحويل ديون الفرنسية على تونس إلى استثمارات من أجل تونس وفي تونس. هذا التعاون هو الذي يربط أيضا فيما بين شركاتنا. هناك أكثر من 1350 شركة فرنسية موجودة في تونس، وهي توفر فرص عمل لأكثر من 125 ألف نسمة. هذه الأرقام لم تنخفض منذ الثورة، والعمل الذي أقوم به مع حكومتي هو السعي لزيادة عدد الشركات الفرنسية التي تأتي إلى تونس من أجل تنميتكم، ولكن أيضا من أجل النشاط الاقتصادي في فرنسا. سيد الرئيس، لقد أصريتم على السياحة. أنا لا أحصر تونس بالسياحة، فتونس عندها إمكانات وطاقات كثيرة، ولكنها تنعم بمناظر جميلة وبمناخ جميل، وتتميز أيضا بحسن ضيافة سكانها، وكل الإمكانات من أجل سياحة نشطة متوفرة هنا. سوف أزور سيدي بوسعيد بعد ظهر اليوم، وأدعو من خلال هذه الزيارة التي أقوم بها إلى تونس، أدعو كل الفرنسيين إلى زيارة تونس بأعداد كبيرة لقضاء عطلتهم هنا. تعاوننا يغطي مجالات أخرى مثل الإدارة، المدرسة الوطنية للإدارة، ويمكن أن نقول أمور كثيرة عن المدارس الإدارة في فرنسا، ولكن أمور جميلة عنها هنا في تونس. نحن أيضا نؤيد أن يتم تقاسم الخبرات والكفاءات في مجال الإدارة كما في مجال القانون، وأنا أدرك تماما، ولقد تم تذكيري بذلك من طرف الحكومة بالأمس، أنا أدرك تماما ماذا تنتظرون من فرنسا حول موضوع القانون، حماية الحقوق، مكافحة الفساد، واستعادة ما سلب منكم من قبل النظام السابق. وأود هنا أن أؤكد لكم أن كل الأملاك التي كسبت بطريقة غير مشروعة سوف تعاد لكم. لذا طلبت أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات للإسراع بالتدابير الضرورية لذلك والتعرف إلى هذه الممتلكات، وسوف يتم إرسال قاض فرنسي إلى تونس للسهر على ذلك، وسوف نقيم مهمته في كل مرحلة من مراحلها. وأخيرا، تعاوننا يتعلق أيضا بالشباب، الشباب في فرنسا والشباب في تونس. حوالي 20,000 تونسي يدرسون في فرنسا، 4,000 طالب جديد يتسجلون في الجامعات الفرنسية سنويا، و1,000 منهم يحصلون على منح من الحكومة الفرنسية. أنا أعرف المشاكل التي طرحت في الماضي، ولذا حرصت على أن يتم إضفاء مرونة على القواعد التي تنظم تنقل الطلبة التونسيين، وأعطيت منذ اليوم الأول من رئاسة الأمر بإلغاء أمر إداري يمنع الطلبة من العمل في فرنسا، ولكني أريد تحسين إمكانية التنقل بين البلدين مع مكافحة الهجرة غير الشرعية. لا أريد أن نضع اليد على الشباب التونسي أو الاستيلاء على الشباب التونسي، ولكن كل الذين يريدون الدراسة في فرنسا بظروف جيدة يجب أن يتمكنوا من ذلك ليعودوا بعد ذلك إلى بلدكم ليعبروا عن براعتهم وكفاءاتهم وخبرتهم التي يكونوا قد اكتسبوها في بلادنا. فرنسا سوف تساهم أيضا في تنفيذ مشاريع هامة للتكوين هنا في تونس، كما في مركز الجهوي للتكوين في غفصة، أو المدرسة الوطنية للمهندسين في بنزرت. هذه الشراكة الفرنسية التونسية من أجل التعليم والتكوين يجب أن
تكون على أحسن المستويات وأعلى المستويات. أود أن يكون هناك تعاون في مجال الثقافة والأبحاث لكي يعطي كل واحد منا أفضل ما لديه، ونعطي أفضل ما لدينا أيضا من أجل البحر الأبيض المتوسط، هذا البحر الأبيض المشترك فيما بيننا، بحر متوسط من أجل المشاريع حول مواضيع مثل الوصول إلى المياه، الأمن الغذائي، تطوير وتنمية الجامعات. فلنعمل معا. هنا ممثلون للأقاليم الفرنسية وخاصة بروفانس ألب كوت دازور ومن مناطق فرنسية أخرى، لقد عبرتم عن رغبتكم في تعاون لا مركزي. سوف نبدأ ونعزز هذا التعاون الذي بدأ، وسوف نوسع نطاقه لننفذ معا مشاريع مشتركة. وأخيرا، تونس وفرنسا عليهما أن تعملا معا من أجل السلام. أود أن أؤكد لكم هنا عن التزامي لمكافحة كل التهديدات التي تتعرض لها شمال إفريقيا وأوروبا وفرنسا. هذا التهديد يحمل اسم ألا وهو الإرهاب. في مالي تدخلت فرنسا بطلب من الرئيس تراوري لمنع مجموعات إرهابية من السيطرة على البلاد. العملية التي قمنا بها مع الجيوش الإفريقية سمحت ليس فقط بطرد الإرهابيين ولكن أيضا بالإعداد لعملية انتقالية سياسية، فانتخابات سوف تنظم في نهاية شهر جويلية لأن هذا هو التاريخ الذي تم اختياره. علينا أن نعمل كل بوسعنا لكي يكون هذا مثل تحتذي به الدول الأخرى ولنتمكن من ضمان أمن الساحل. أنا أعرف أنكم أيضا معنين بذلك لأن مجموعات إرهابية تطرد من دولة وتلتجئ إلى دولة أخرى وتحاول تهديد هذه الدولة وزعزعة استقرارها. أنا أعرف ماذا تواجهون أنتم هنا اليوم والشجاعة التي واجهتم بها كل أولئك الذين أرادوا أن يستخدموا السلاح ضد ثورتكم. في مصر بيّنت لنا الأحداث الأخيرة كم أن عملية الانتقالية الديمقراطية هشة ويمكن أن تفشل. فعندما يتم إزاحة رئيس منتخب ديمقراطيا من قبل الجيش هذا فشل، وهذا فشل أيضا عندما يطالب ملايين من المصريين بعد عام من الثورة بالتعبير عن آرائهم بحرية. ماذا يمكن أن نقول؟ يجب أن نفعل كل ما هو ممكن اليوم في هذا البلد لاستعادة الديمقراطية والتعددية بأسرع ما يمكن والعودة بأسرع ما يمكن إلى الانتخابات. فرنسا تقف أيضا إلى جانب الشعب السوري الذي يواجه همجية نظام ويعاني من حرب تؤدي إلى إبادة المدنيين، 100,000 قتيل في سوريا. لذا قررت فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها كاملة وتساعد المعارضة بكل ما هو ضروري، شرط أن يتم إزاحة المجموعات الإرهابية وأن يتم القيام بكل ما هو ضروري لتصبح سوريا دولة ديمقراطية كبرى. لقد سمعت ما قلتموه السيد الرئيس حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والإرادة التي يجب أن نتحلى بها في أوروبا وفي فرنسا بالعمل لكي تعود الأطراف إلى طاولة المفاوضات لكي يتقرر أخيرا إنشاء دولة فلسطينية ويتم التفاوض بهذا الموضوع ويتحقق هذا الموضوع. السيد الرئيس، السيدات والسادة أعضاء المجلس، أنا أقيس أقدر مسؤولياتكم كما قلت، الانتهاء من صياغة دستوركم، التحضير للانتخابات وانتخابات لا يمكن التشكيك بنتائجها كما حصل عام 2011 وكما فعلتم عام 2011، أن تعطوا الأمل لتونس. هذه تحديات كبيرة ولكنكم لستم وحدكم، أصدقاؤكم إلى جانبكم وفرنسا
هي من الأصدقاء. هناك مبادئ ثلاثة نجتمع حولها. المبدأ الأول هو الديمقراطية، الحق لجميع المواطنين في أن يختاروا بحرية وبسيادة ممثليهم في إطار من المساواة واحترام الأقليات وحرية الصحافة وحرية تداول الأفكار والآراء بدون قيود، المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. أنتم لقد قررتم، قرر مجلسكم صون هذا المكسب الأساسي في تونس، وهذا المكسب الأساسي للتاريخ التونسي والمكسب الأساسي لنضال الحركة النسائية التونسية التي تفخرون بها عن حق. المبدأ الثاني هو مبدأ الثقة. فرنسا تثق بتونس، فرنسا تثق بقدرة تونس على بناء مستقبل وإحلال التنمية وبناء الديمقراطية. فرنسا تثق بالديمقراطية، بالاقتصاد التونسي والآفاق التي يمكن أن نحدد معالمها معا لإعطاء الأمل لشعبينا. وأخيرا المبدأ الأخير هو مبدأ المسؤولية، مسؤولية تونس في إنجاح ثورتها، مسؤولية فرنسا لدعمكم قدر الإمكان وعندما يكون ذلك ضروريا. أمامكم مهمة جبارة، وفي التاريخ يحصل أن شعبا يقرر ليس فقط لنفسه ولكن لشعوب أخرى. نحن في فرنسا عندنا هذا الفخر الذي يعيبه علينا البعض، أننا نحمل رسالة، هذا الفخر بأننا منذ سنوات طويلة قمنا بثورتنا وأنتم ورثة هذه الثورة. ونقول دائما أننا دائما ندافع عن حقوق هي في الواقع حقوق ملك الإنسانية جمعاء، ونحمل دائما هذه الفكرة أننا فرنسا لسنا أي بلد، لأننا كنا وطن عصر التنوير والحرية والآمال. وعندما يعترف بنا شعب آخر نرى هذا النور، هذه الشعلة في العيون للسير على نفس هذا الدرب. اليوم أنتم في تونس تحملون هذا الفخر وتحملون هذه المسؤولية وتحملون هذا الأمل الذي يتجاوز الشعب التونسي ويتجاوز الشعوب العربية، وهذا ما يجعلنا متضامنين معا. عاشت الصداقة بين فرنسا وتونس.